الثالث الاختلاف بين المتصوفة وأهل علم الظاهر. طبعا خلي بالكم يا أخوانا دي ما نطولش فيها، لكن التصوف الحقيقي ما يختلفش مع أحد أبدا، لأن الحقيقة مبنية على الشريعة، كل اللي بيحصل هو عن انحراف أحد الطرفين، يعني لا يحصل خلاف بين التصوف الحق وبين الشريعة الحقة أبدا، اللي يحصل هو الانحراف في فهم أحدهما بس. وإقرأ أنت كتاب شطحات الصوفية اللي كتبه أحدهم، أنا لا أذكره الآن، تجد أنه هو بينتقد على الصوفية زي ما بينتقد على أهل السنة أو على أهل الشريعة. فالخلاف اللي حاصل ليس بين حقيقة الاتجاهين، لأن التصوف يبدأ بعد أن تنتهي الشريعة. التصوف الحقيقي بقى مش اللي هو صنعه، التصوف الحقيقي يبدأ بعد كمال الشريعة. فكيف أتصادم معك وأنا تجاوزتك خلاص؟ لأن أنت هتحاربني عشان دنيا، أنا بسيب لك الدنيا كلها عشان البلطو. خد البلطو، إن مسكت البلطو تبقى مش متصوف. فأصبح اللي بيختلفوا بين صوفية وشريعة هم ليسوا في الحقيقة على حقيقة المذهبين، لأن أنا بتصوف بعد ما بكمل الشريعة خلاص. ولا يستطيع متصوف سلك العملي إن هو يوصف لك وصل إزاي، ولا تلقاه يقول لك أنا كل يوم بسرسب كرامات، لا أبدا. تجده إذا حصلت وعرفت يبقى هو نفسه متأذي، هو ده اللي يبقى صح. أما كده يقول لك أنا كل يوم بعمل 15 كرامة وأنا مش عارف أريد فتح على مين حصل له كذا، هذا ليس التصوف الحق. فلذلك الصراع اللي في الكتب ليس بين تصوف حقيقي وشريعة حقيقية، وإنما هو بين خروج عن الاثنين أبدا. كل ما يختلف في بين الفريقين هو متجاوز للاثنين، لأن الصوفي تنازعوا عشان خاطر حقه يسيب لك حقه اصلا، هو كده ما كانش يستوي عندك زي ما قال معاذ وعمالين نخطب على المنابر، استوى عندي حجروها وذهبوها، اما استووش دول ما تقولش بقى انا صوفي، وعندما يستوي حجرها وذهبها لن يكون صراع ابدا اطلاقا. فعندما يصل الصراع يبقى لا صاحب هذه الفرقة نفذ متطلباتها ولا صاحب هذه الفرقة نفذ متطلباتها. طب امال ايه اللي خلانا نقول؟ قال والله احنا بنطلق عليهم، احنا بنقول والله ده صوفي وبنقول ده شرعي، احنا اللي اطلقنا، لكن الحقيقة يعلمها الله عز وجل. احنا بنقول بحسب ما ظهر لنا، لكن الحقيقة يعلمها الله. وإذا رأيت رجلا بينه وبين الله علاقة أنت تعرف الآخرة في وجهه، وعندما تعرف الآخرة في وجهه لا تجد دنيا أبدا. فرجعنا للدنيا والعيش والوظيفة والأكل والفلوس والمميزات، يبقى احنا كده نسيبنا التصوف، ما بقناش. فالكلام اللي مذكور هنا يا اخوان هو على ما هو حاصل لا على ما يجب ان يكون. لو تصوف المتصوف كما يوصف في حلية الاولياء وكما جاء عن الجنيد شيخ الطائفة، وتشرع المتشرع كما انزل الله ورسوله، ما وجدت هذه المسألة ابدا. فلا ينبغي أن نلصقها بهم، لا،
إنما هؤلاء هو سمي واحد، كل واحد سهل من تاني يوم يقول لك أنا والله خدت العهد وبقيت وبقيت. أول ما يقول لك كده يبقى بيبتغي الشهرة. طب يفتح كل كتب التصوف شوف هل البحث عن الشهرة من آداب الصوفية؟ إطلاقا ليسوا يبحثون عن الشهرة. فدام بحث عن الشهرة يقول له انزع يا حلو بقى الحكاية دي، انت دلوقتي بتلعب مش على أرضك. أول ما تقول له كده يجيب الشريعة ويستدل بيها. هو احنا قلنا لك ده التصوف بيبدأ بعد الشريعة. أما تقول الشريعة بتقول يبقى أنت نزلت بقى. لكن هو في العادة ما يميزش كده. ولذلك يفرقون بين التصوف الدراسي، حتى المستشرقين بيدرسوا التصوف. أنا أذكر واحد زار أصول الدين من المستشرقين، رجل كان يمكن في السبعين، وقالوا لنا يعني عرفونا أبو الأساتذة أظن كان الدكتور زازو جابوا ما كنا طلبة، وقال هذا الرجل متخصص في السهرة وردي منذ 40 سنة وهو مستشرق، لا هو بيتوضى ولا بيصلي ولا أوراد ولا كلام من ده، لكن بيدرس تصوف هذا الرجل على انه علم معلومات. وبعض مشايخنا اللي كانوا هنا قدام ما كانت الازهر ما بيديش دراسات عليا، كانوا بيروحوا ياخدوا دكتوراه من السربون، فبعضهم كان يدرس لنا هنا في المعهد، فيقول اللي كان بيدرسنا فقه مقارن رجل ملحد ملوش اصلا دين، انما يقول الشافعيه قالوا كذا والحنفيه قالوا كذا والحنابله قالوا كذا، وبدون وضوء طبعا. فلذلك الدراسة النظرية هي وبال علينا. كان على الدراسة النظرية اهو شغالين فيها، وروح دلوقتي بيدوا دكتوراه في الجامعات الأوروبية في الأسانيد وفي المحدثين وفي الصوفية وفي اللغة العربية، وتبحث عن مشرفك بعد ما تسيبه يقول لك ده أصلا كان يهودي قديم وكذا، لأن هم غزوا البلاد دي بالعلم اللي احنا مش قادرين نحصله، ووظفوه فيما ينفع اليهود، احنا بنوظف علمنا كله فيما يفرق المسلمين.